يا هلا وسهلا وحياكم الله. اليوم احنا نتكلم عن لجنة شؤون الملاك، وهي لجنة رئيسية تهتم وتختص بشأن المالك، يندرج تحتها أربع لجان فرعية. لجنة شؤون الملاك في صالة الخدمات المشتركة على شارع الدهنة. استقبلت لجنة شؤون الملاك ما يقارب أكثر من 4500 اتصال واستفسار خلال الـ 24 ساعة. في الخيمة المشتركة نستقبل المالك، يتم توجيه المالك إلى لجان ذات الاختصاص وحل المعوقات إن وجدت، ونستمر بتواصل تام مع المالك حتى انتهاء مشاركته. لجنة شؤون الملاك في صالة منصة همة طويق يبدأ عملها باستقبال الملاك من مواقف السيارات الفي اي بي المخصصة لهم، ثم تسليم المالك بطاقة مالك مشارك وأيضا بطاقة مرافق، ثم تكون هناك سيارات مخصصة تنقل الملاك إلى هذه الصالة العملاقة. ثم يستقبل بالحفاوة والترحيب إلى أن يدخل هذه الصالة، ثم التعريف بالفعاليات المصاحبة والشركات والرعايات إلى دخوله صالة الملاك المخصصة بهم. الطاقة الاستيعابية للملاك 30 مقعد، 30 مقعد للمرافقين، مشاهدة العرض، تنسيق المالك مع وسائل الإعلام، ثم يودع المالك كما استقبل به من ترحيب وحفاوة.